العشرة بتوقيت غرينتش الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أم سي أهلا بكم ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي إلى ثلاثة مليارات و وتسعين مليون دولار وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات شهر يناير الماضي ارتفعت بنسبة 14% لتبلغ حوالي 306 ملايين دولار مقارنة بنحو 267 مليون دولار من يناير 2021 وأكد التقرير أن الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022. اعلنت وزاره الزراعه استمرار الافراج عن مستلزمات الاعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي واضافت الوزاره انه تم خلال الاسبوع الماضي الافراج عن 150 الف طن من الذره وفول الصويا بنحو 79 مليون دولار مشيرة إلى أن الإفراج شمل 83 ألف طن من الذرة بنحو 30 مليون دولار ونحو 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة تقدر بنحو 47 مليون دولار كما تم الإفراج عن إضافات أعلف بنحو 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 عشر من أكتوبر وحتى التاسع من ديسمبر

مزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة المصرية أرحب بحضرتك معنا على شاشة دي أم سي يعني تفاصيل عمليات الإفراجات الحالية عن مستلزمات الأعلاف والتي بالطبع تتم بالتنسيق مع البنك المركزي ودور هذه الإفراجات في السيطرة على الأسواق يا اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا وطبعا احنا شايفين جهود كبيره بتبذل الدوله المصريه لتطوير كل مجالات الزراعه طيب مجال الثروه الداكنه واحد من المجالات الهامه في مستوى الدوله المصريه وعشان كده كان في اجتماع في شهر اكتوبر الماضي في منتصف اكتوبر بحضور دوله رئيس مجلس الوزراء وكافه الجهات المعنيه والمنتجين للتعرف على احتياجاتهم وتوفرها في ظل الازمات الدوليه اللي بيشهدها العالم واللي اثرت بشكل او باخر على مدخلات الاعلاف طبعا كان في توجيه الحقيقه من دوله رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق الاسبوعي والدوري مع المنتجين وتلبيه متطلباتهم وتخصيص كوتا دولاريه اسبوعيه ومن يوم هذا اللقاء والافراجات بتتم بشكل دوري تقريبا اسبوعي ليصل اجمالي ما تم الافراج عنه حتى الان يوم 16 اكتوبر حتى الان اكثر من واحد واحد من عشره مليون طن من المنتجات او مدخلات الاعلاف زي الذره والصويا الدوله خصصت للكلام ده اكثر من 530 مليون دولار نص مليار تقريبا دولار الدوله خصتهم للافراجات عن الذره والصويا وكمان تشكلت لجنه لمتابعه عمليات الوصول الكميات المفرج عنها الى المنتجين اللي هم المزارعين من خلال مصانع الاعلاف بالاسعار المناسبه والاسعار العادله وان شاء الله ده كله بنشتغل عليه بحيث ان يكون في سيطره على او تلبيه احتياجات المنتج من الاعلاف ومدخلاتها بحيث يبقى في استدامه للعمليه الانتاجيه فيما يخص الانتاج الدارجاني وان شاء الله ده يكون له مردود وانعكاس ايجابي كبير في وفره المنتج امام المواطن المصري باسعار مناسبه <applause> الي متي ستستمر عمليات الافراجات الحاليه عن مستلزمات العلف؟ الحقيقة احنا مستمرين بشكل كبير في توفير المستلزمات الاعلاف لان ده امر مهم جدا بالنسبه لتلبيه الانتاج التاجيني ومتطلباته وكمان احنا بدانا نشتغل على فكره الزراعه التعقدية وده امر ايضا مهم عشان يكون عندنا البديل المحلي للاعلاف اللي, اللي بتتم استيرادها من الخارج وطبعا الذره والصويا من المحاصيل اللي بدا يتم التوسع فيها في تطبيق منظومه زراعه تعقيديه شانها وان شاء الله اكيد في الموسم المقبله وفي الايام المقبله يكون في انفراج اكبر في توفير الاعلاف ومدخلات الاعلاف من البدائل المحليه باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه. قال وزير الاسكان عاصم الجزار انه يجري الاعداد لطرح قطع اراض سكنيه جديده بمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج باماكن مميزه بست مدن جديده واكد وزير الاسكان انه يتم حاليا تجهيز الموقع الالكتروني للمشروع وسيتم لاحقا الاعلان عن موعد الحجز واستقبال التحويلات مشيرا إلى أنه يتم حاليا استقبال التحويلات لحجز قطع أراض بنشاط مختلط بمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج حيث بدأ الحجز يوم الأربعاء الموافق 30 من نوفمبر الماضي ويستمر حتى الأربعاء 21 من ديسمبر الجاري استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى وزير العلوم والتكنولوجيا الزامبي فيلكس موتاتي والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون المشترك. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص وزارة الإنتاج الحربي على زيادة الشراكة مع الجانب الزامبي في مختلف مجالات التصنيع. ومن جانبه قال وزير العلوم والتكنولوجيا الزامبي ان مصر نجحت خلال الاعوام القليله الماضيه في مد جسور قويه من الثقه والتقارب مع زامبيا مؤكدا على حرص بلاده على زياده التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحله المقبله كما اشار الى اهتمام العديد من الشركات الزامبيه العامله في قطاعات التصنيع المختلفه بتعزيز الشراكه الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه مع الشركات المصريه اطلقت وزاره التضامن الاجتماعي المنظومه الالكترونيه المتكامله للعمل الاهلي لاول مره في مصر حيث تعد مصر رابع دوله على مستوى العالم تقدم خدمات الاشهار الالكتروني لمنظمات العمل الاهليه جاء ذلك بحضور ممثل الهيئات الدوليه والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والجمعيات الاهليه سواء المصريه او الاجنبيه في مصر ولفيف من الشخصيات العامه كما أشارت الوزارة إلى أنه قد تقرر مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر بدءا من الحادي عشر من أكتوبر الماضي وتنتهي في الحادي عشر من أبريل من العام 2023 مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أرحب بحضرتك معنا في هذه النشرة بداية أهمية إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر ودورها في توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية أنا طبعا في الجلسة دلوقتي الجلسة شغالة وطبعا يعني تم الاعلان عن المنظومه التدريبيه وان شاء الله طبعا يعني دي كل الجامعات الاسرائيليه في توثيق اعمالها وقصد تمويلها وهيكون لها نتائج جيده جدا وطبعا اجتماع لقاء لقاء مهم جدا مع الوزيره وقيادات البرلمان ومؤسسات المجتمع الاهلي وان شاء الله نخرج بتوصيات جيده وبعد اعلان الموضوع الثانية انما طبعا دي نقله كبيره جدا هتنقل الجمعيات على اعلى مستوى في دعم وفي دعم منظومة العمل الاهلي على مستوى الخدمات او الاهداف يبدو اننا فقدنا التواصل مع الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، أنا بشكر حضرتك شكرًا جزيلًا على هذه التفاصيل. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتكريم الفريق البحثي المشارك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية، وقد حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية، فضلاً عن اختياره ضمن أفضل خمس فرق في مجالات السلامة البيولوجية. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة. على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الانشطة العلمية والبحثية وفي اطار تحقيق الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للكشف المبكر عن الامراض الوراثية حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلا على تقييمه ضمن افضل خمس فرق في مجال السلامه البيولوجيه وذلك بالمسابقه العالميه للهندسه الوراثيه اي جيم التي اقيمت بالعاصمه الفرنسيه باريس بمشاركه اكثر من سبعه الاف طالب يمثلون 350 فريقا بحثيا ل 46 دوله على مستوى العالم للمنافسه على ايجاد الحلول العلميه غير التقليديه باستخدام احدث تقنيات الهندسه الوراثيه والبيولوجيا التخليقيه في مجالات التشخيص والعلاج لمختلف الامراض، حيث اختار الفريق البحثي احد الامراض الوراثيه للاطفال نتيجه بعض الطفرات الجينيه والتي يصعب تشخيصها والعمل على اكتشافها مبكرا. بواسطة ابتكار اختبار تشخيصي منخفض التكلفة مع امكانية تطبيقه بسهولة داخل العيادات والمستشفيات، حيث شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي، وذلك بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أولياء أمور الفريق البحثي. والقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة اشار خلالها الى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مما ساهم بشكل كبير في حصول فريقها البحثي على تلك الجائزة المتميزة، كما القى المشرف العام للفريق البحثي كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي وفرت كافة الامكانيات التي مكنت من تحقيق ذلك التميز. عقبها تكريم اعضاء الفريق البحثي الذين تمكنوا من تقديم صوره مشرفه وتحقيق نتائج مبهره وفقا للمعايير والاسس التي نظمت بها المسابقه وفي نهايه الحفل القى الفريق اول محمد زكي كلمه نقل فيها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه للحضور كما قدم التهنئه للفريق البحثي لكليه الطب بالقوات المسلحه مشيدا بتميزهم ومساهمتهم في اظهار النموذج المشرف للشباب المصري الطامح لتحقيق الرياده بمختلف المجالات التي يشارك بها، مؤكدا ان القوات المسلحه لا تدخر جهدا من اجل تطوير المنظومه الطبيه داخل القوات المسلحه، بما يدعم تحقيق المنظومه الطبيه المتكامله بالمواصفات والمعايير العالميه لتقديم الخدمه الطبيه المتميزه للعسكريين والمدنيين على حد سواء. أعلنت وزارة الصحة حصول تصميمات مركز طب الأسرة بحي النور بمدينة شرم الشيخ على شهادة اعتماد اي دي جي اي الدولية للمباني الخضراء وصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية كأول مركز صحة مصري يحصل على هذه الشهادة. من جنبي قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ يجرى تجهيزها وتطويرها وفقاً لمتطلبات الكفاءة والبناء في استهلاك الطاقة والمياه ومواد البناء بما يؤدي لخفض الانبعاثات الكربونية. ومشيرا إلى أن القيادة السياسية تضع على عاتقها الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعايير التي تم بحثها والاتفاق عليها أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، كما أكد أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة نحو التحول الأخضر وبناء منشآت صديقة للبيئة. أطلقت وزارة الصحة ست قوافل طبية مجانية في محافظات البحر الأحمر والبحيرة والمنيا والإسماعيلية والدقهلية والأقصر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية كالباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرماد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية. اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن أجرى محادثه هاتفيه مع نظيره الاوكراني فلاديمير زيلنسكي اكد خلالها على دعم بلاده لكييف وسلط بايدن الضوء على كيفيه اعطاء الولايات المتحده الاولويه لجهود تعزيز الدفاع الجويه الاوكرانيه من خلال المساعدات الامنيه كما اشار بايدن الى اعلان 29 من نوفمبر الماضي بتقديم ثلاثه وخمسين مليون دولار لدعم البنيه التحتيه للطاقه لتعزيز استقرار شبكه الطاقه الاوكرانيه في اعقاب الهجمات الموجهه لروسيا كما بحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره الاوكراني فلودمير زيلينسكي التحضيرات لمؤتمرين لدعم اوكرانيا في باريس والمقرر اقامتهما غدا واوضح الرئيس الفرنسي ان التحضير للمؤتمر الاول سيكون لتلبيه حاجات اوكرانيا خلال الشتاء والثاني مع الشركات الفرنسيه التي تنخرط في اعمار البلاد كما أفادت الرئاسة الفرنسية بأن هناك مشاركة واسعة في المؤتمرين من رؤساء دول وحكومات ووزراء ل 47 دولة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش. أعلن المستشار النمساوي كارل نيمر استعداده لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. أكد المستشار النمساوي أن بلاده تتمسك بالحياة تجاه الأزمة كما أضاف أن بلاده لديها موقف واضح فيما يتعلق بالممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيق موضوعي في جرائم الحرب. من جانبه قال وزير الدفاع الاوكراني اولكسي ريزنيكوف ان روسيا تواصل مهاجمه البنيه التحتيه للطاقه في اوكرانيا لاجبار بلاده على الدخول في مفاوضات واضاف ريزنيكوف ان الروس يقاتلون السكان المدنيين وهدفهم اغراق البلاد في الظلام والبرد خلال فصل الشتاء مشيرا الى ان خطه روسيا ستفشل نظرا لنفاد مواردها بما في ذلك الصواريخ قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي بالبيت الابيض جون كيربي ان تصعيد الازمه العسكريه في اوكرانيا ليس في مصلحه الولايات المتحده، وقال كيربي في مقابله تلفزيونيه انه ومنذ البدايه تحدثت واشنطن عن دورها في المراقبه اخذه في الاعتبار مخاطر تصعيد الاعمال العدائيه لانه امر يسيء للاوكرانيين والمصالح الامريكيه على حد سواء. كما اضاف كيربي ان تصعيد الازمة ليس ايضا في مصلحة الشعب الروسي قالت وزارة الخارجية الروسية ان اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية بحاجة الى تعديل لضمان امدادات الغذاء للدول الاكثر فقرا واوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنين. إن التعادل الذي تطلبه أو التعديل الذي تطلبه موسكو يضمن وصول الإمدادات الغذائية إلى أفقر البلدان في إفريقيا وآسيا وكان قد تم التواصل إلى اتفاق الحبوب الذي فتح الموانئ الأوكرانية للتصدير بعد حصار روسي استمر ستة أشهر منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أصدر البنك الدولي تقرير الديون الدولية مشيرا إلى أن إجمالية الدين الخارجي للاقتصادات النامية منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت تسعة تريليونات دولار بنهاية العام 2021. وحذر البنك الدولي من أن استمرار تباطؤ وتيرة النمو العالمي يتسبب في دفع عدد كبير من الدول إلى أزمات الديون. في تقرير صادم حذر البنك الدولي من ان 60% من الدول الاشد فقرا اصبحت معرضه لخطر كبير يهدد ببلوغها فعليا مرحله المديونيه الحرجه، مشيرا الى ان تباطؤ وتيره النمو العالمي يتسبب في دفع عدد كبير من الدول الى ازمات الديون، وقال البنك الدولي في تقرير الديون الدوليه: إن إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 9 تريليونات دولار بنهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل قبل عقد. التقرير أوضح أن أفقر البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، تنفق الآن أكثر من عشر عائدات صادراتها لخدمة ديونها الخارجية طويلة الأجل العامة والمضمونة من الحكومة. وهي أعلى نسبة منذ عام 2000 وتوقع البنك الدولي أن تصل مدفوعات خدمة الدين في الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى 62 مليار دولار في العام الحالي مشيرا إلى تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى تريليون دولار وفي نهاية عام 2021 بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة من المؤسسة الدولية للتنمية على الديون الخارجية العامة طويلة الأجل والمضمونة حكوميا 46 مليار دولار، ما يعادل 10% من صادراتها من السلع والخدمات ونحو 2% من الدخل القومي الاجمالي. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قال ان ازمه الديون التي تواجه البلدان الناميه اشتدت منذ جائحه كورونا مؤكدا الحاجه الى نهج شامل لتخفيض الديون وزياده الشفافيه وتسهيل اعاده الهيكله حتى تتمكن البلدان من التركيز على الانفاق الذي يدعم النمو حتى لا يقع ملايين الاشخاص في براثن الفقر. اعلنت وزاره التعليم بالسعوديه تعليق الدراسه اليوم في بعض المناطق بمكه المكرمه وجده بسبب الطقس السيء والامطار الغزيره واوضحت السلطات ان قرار تعليق الدراسه تم بناء على التقارير الوارده من المركز الوطني للارصاد لليوم الثاني تواصل موجة الطقس السيء تعطيل حركة الملاحة في عدد من المطارات في العاصمة الروسية موسكو، وأعلنت مطارات موسكو تأجيل 54 رحلة وإلغاء ثماني رحلات أخرى صباح اليوم وسط هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوج، وشهدت مناطق وسط روسيا في اليومين الأخيرين عاصفة ثلجية قوية وتساقط أمطار غزيرة ما دفع وزارة الطوارئ الروسية إلى إصدار تحذير طارئ بشأن الطقس وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960. يجري الاتحاد الافريقي لكره القدم اليوم بالقاهره قرعه دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله كاس الكونفدراليه يشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا من مصر كل من الزمالك والاهلي أما بطولة كأس الكونفدرالية فيشارك فيها بيراميدز وفيوتشر وحدد الاتحاد الأفريقي الفرق الستة عشر المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولتي دور أبطال أفريقيا والكونفدرالية بحيث يتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات على أن تضم كل مجموعة أربع فرق تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم حيث يلتقي في تمام الثالثة الا الربع عصرا فريق سيراميكا كيلوباترا وحرس الحدود على استاد القاهرة الدولية فيما يستقبل فريق الاسماعيلي في الخامسة مساء نظيره فيوتشر باستاد الاسماعيلية، وفي السابعة مساء يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي. مع الاتحاد السكندري على استاد السلام ضمن مؤجلات الجوله الثالثه من بطوله الدوري الممتاز الى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشره الاخباريه من دي ام سي شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء